ايه مساء الفل يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. فيديو النهارده هو تغيير جذري لاوضه البنات. عندي في فكره كده عايزه اعملها في اوضه البنات، فهعملها معاكم دلوقتي ان شاء الله وهوريها لكم. طبعا شايفين اوضه مكركبه بالمنظر ده ازاي. ده مش العاده طبعا الاوضه عندي، بس عشان انا بنفض التنفيضه بتاعه العيد الكبير. كل سنه وانتم طيبين. فانا خليت الاوضه دي اخر حاجه، تمام؟ وطبعا زي ما انتم شايفين الكتب بتاعت سلمى على الارض، مطرح ما بتذاكر. هي سلمى رايحه كي جي 2، بس انا عشان كنت حامل في اثناء السنه الدراسيه بتاعتها، جال الحمل والولاده وكده، فبصراحه السنه ضاعت عليها، فما ينفعش ان انا اطلعها كي جي 2 وهي اصلا ما خدتش حاجه في كي جي 1. عشان كده بنخلص منهج كي جي 1 مع بعض، تمام كده؟ عشان كده هي بتذاكر لغايه دلوقتي. بص بقى، الفكرة بتاعت النهاردة ان انا كنت عايزة اركب رفين من رفوف ايكيا فوق السريرين بتاعت البنات، عشان احط فيها زي قصص كده صغيرة وشكل ديكوري كده يبقى شكله حلو. فتعالوا بقى مع بعض نشوف هنعملها ازاي. بص يا بنات، الرفوف دي مش غالية، لا رخيصة. الرف عامل 70 جنيه، وعلى حسب برضو المكان اللي بتشتريها منه، تمام؟ وكمان ده القماش اللي انا وريته لكم في فيديو مشتريات. عملت كده حاجة كده للسرير تحفه وشكلها حلو جدا، هتشوفوها معايا في اخر الفيديو. تابعي معايا الفيديو للاخر. خلاص، هنا بقى كنا بدأنا نعلق الرفوف. اول حاجه تاخدي المقاسات بتاعتك وبتعلمي على الحيطه، عشان لما تيجي تعملي طبعا بالشنيور خلاص مش هينفع ان انت مثلا تفتحي فتحات بالشنيور ترجعي تفتحي فتحات تانية غيرها. طبعا الرفين بتوع ايكيا دول بيتعلقوا بكل بساطه. هما بتعمليهم فتحتين بالشنيور، وبعدين بتستخدمي فيشر والمسمار بتاعه اللي انا وريته لكم دلوقتي، تمام؟ اهو بعد ما بتعملي هو الفتحه بتحطي الفيشر، وبعدين بتحطي المسمار، ومش بتربطي المسمار للاخر عشان تعلقي الرف بتاعك. طبعا زي ما وريتكم وانا بوريكم يعني الرفوف دي وانا بطلعها من الاكياس بتاعتها، فيها زي دايرتين كده حديد صغيرين بتحطيه فيهم. يا بنات الرف ده اللي هتقولي لا الرف ده ممكن يقع، لا الرف ده قوي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، قوي جدا جدا ومتين جدا جدا. انا مستخدماه عندي في المطبخ، حاطه عليه الطقم بتاعي بتاع البهارات، حاطه عليه الطقم الازاز، وحاطه كمان معاه الطقم البلاستيك. يعني موجود كل الطقم، الطقمين كاملين موجودين على الستاند ده او الرف ده، تمام؟ اللي ما شافش طبعا الفيديو بتاع المطبخ يرجع يشوفه، هيلاقي الرف دوت موجود. هنا الناحيه الثانيه كنا خدنا نفس المقاسات بالظبط بتاعت الرف الاولاني، عملناه بنفس المقاسات للرف الثاني عشان يكونوا الاثنين زي بعض بالظبط في نفس المستوى، يكونوا شكلهم كويس. وطبعا بتثبتيهم بعد، يعني بعد ما بتعلقيه ممكن كمان تلفي المسمار تاني زي ما انت عايزه. انا بقى هنا كنت خلاص خلصت، علقت خلاص الرفين، او جوزي هو اللي علق طبعا لان انا ماليش في الشنيور خالص فعلقتهم. هنا بقى يا بنات بعد ما خلاص كنت نظفت الاوضه ونفضتها شبابيك بقى وتحت السرير وكله وفرشتها، بصوا شايفين الارفف بعد ما اتعلقت واتفرشت، بص بقى شكلها حلو ازاي. حطيت فيها كده دباديب مؤقت لان انا عايزه احط فيها لكل واحده من البنات. عايزه احط في الرف اللي فوق السرير بتاعها حرف المضيء، يعني مثلا احط حرف الاس وحرف الار في الرفوف في الرفوف دي، عارفين الحروف اللي هي المضيئه البلاستيك دي. عايزه اجيب اتنين واحط لكل بنوته حرفها في الرف بتاعها. هنا بقى كنت بوريكو السراير والرنرات اللي انا عاملاها. انا يا بنات القماش ده انا اشتريته وريتهولكوا قبل كده في فيديو مشتريات اللي كان قبل رمضان تقريبا، تمام؟ اللي حابب يعرف الاسعار يرجع لفيديو المشتريات بتاعت حاجه رمضان. عملت هنا رنرين وخدديتين صغيرين كده زي ما انتم شايفين، وكمان من نفس نوع القماش عملت الستاره وحطيت في النص حته شيفون بيضه اللي هي على الشباك دلوقتي، هي هتشوفوها. بص شكلها حلو ازاي. هنا بقى تحت كنت عامله الشلت الصفرة دي، كنت عاملاها كده زي قاعده هنا كده في الارض عشان سلمى تحط ترابيزتها وبتذاكر وهي قاعده كده. هنا بقى في الناحيه دي من الاوضه حاطه لهم الشماعه بتاعت الهدوم، وهنا دي فريزر ترابيزه الكمبيوتر، ترب الصغير دوت ده 4 ادراج حاطه فيه للبنات حاجتهم، تمام؟ التوك بقى والحاجات دي. بص بقى هنا، وحط هنا بقى فرع الليد دوت
اي فرع الاستيريا دوت حوالين داير كده اهو زي ما انتم شايفين. بصوا خلى بجد بنات الاوضه اتغيرت خالص، بقى شكلها حلو جدا جدا. مستنيه رايكم في التعليقات. مش شرط تروحي تشتري والله حاجه غاليه، لا اشتري حاجه تكلفتها تكون بسيطه وهتغيري عندك. حتى لو عندك قماش كده مركون قديم ممكن تطلعيه وتستخدميه وتجددي بيه، الدنيا هتختلف معاكي تماما. بصوا هنا بقى يا بنات عندي انا طبعا دي مش شقتي، الشقه دي ايجار طبعا، انا لسه ناقله فيها برده مش من فتره كبيره يعني. والناس هنا هو كانوا لازقين حاجه على الحيطه فانا مش عارفه اطلعها، فلو حد يعرف بواقي اللزق والحاجات دي بتطلع من على الحيطه ازاي اكتب لي في الكومنتات عشان احاول ان انا ايه اخد الطرق بتاعتكم دي واجربها واطلع بيها البقع اللي في الحيطه بتاعت اللزق دي. انا بقى كده خلاص خلصت الفيديو بتاعي بتاع النهارده. لو عايزيني اعمل لكم طريقه تفصيل الرنرات بالخداديات والستاره دي عملتها ازاي اكتبوا لي في التعليقات وانا اعمل لكم فيديو عنها. اشوفكم بقى على خير الفيديو اللي جاي، ما تنسوش اللايك والاشتراك، كومنت حلو منكم يشجعني، واستنوني فيديوهات كتير ومع